بسم الله وعلى بركة الله. نبدأ. أحيانا الضغوط اللي بيواجهها الإنسان بسبب خوفه من الفقر أو الحاجة أو أنه يحس بالعجز مثلا في أنه هو يكون له دور في حياة أطفاله بتكون عبارة عن بوابة لشر خفي، طريق لجرائم كتير بقت بتحصل دلوقتي. وده اللي أكده دكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر. الدكتور قال إن في آباء بيعانوا من أمراض نفسية بسبب الضغوط اللي بيواجهوها، وده بيدفعهم إن هم يفكروا بطريقة غير عقلانية، حتى إن هم بينهوا حياة أولادهم خوفا عليهم من إن هم يعيشوا حياة فيها شقاء أو فقر. وحكاية النهاردة عن أب قتل أطفاله التلاتة في البراجيل في مركز أوسيم بمحافظة الجيزة. اتفاجئ الاهالي بصراخ عالي جدا من جارتهم منى ضاحي واللي هي ام لتلات اطفال. الاهالي اتفاجئوا بان هي مصابه في دراعها وبتنزف وهي بتصرخ وبتقول الحقوني، جوزي معاه سيف وخايفه يقتل بيه عيال التلاته، الحقوه. الجيزه مركز اسيم البراجيل وتحديدا في شارع ابو جابر منزل رقم 4 الطابق الرابع. منى ضاحي والده الضحايا التلاته، اسلام 12 سنة، ياسمين 10 سنين، وعبد الرحمن 10 شهور. بتحكي الام تفاصيل المجزرة اللي حصلت، بتقول المجزرة اللي كان نتيجتها فقدان حياتها بفراق اطفالها التلاتة على حد تعبيرها. وفي البداية الست منى بتحكي وبتقول انا كنت عايشة مع اهلي في منطقة بولاق ابو العيلة، وتعرفت على جوزي والد وقاتل اطفالي احمد سعيد شحاتة اللي عنده دلوقتي 42 سنة. اتعرفت عليه من خلال جار لينا، اتجوزنا من حوالي 14 سنة وعشت معاه في أوضة ضيقة على السطوح لمدة سنتين، ومنها اتنقلنا لأوضة تانية ضيقة بس في بيت العيلة. وعشان الظروف يعني ما كانتش مساعدانا بصراحة كنت مضطرة ان انا اشتغل، وفعلا اشتغلت موظفة في محكمة وكان مرتبي 750 جنيه شهريا. احمد كان بيشتغل اسبوع وبيقعد بالشهر من غير شغل أو على حسب الظروف، بس معظم الوقت ما كانش بيشتغل. بعدها ربنا رزقنا بإسلام وبعده بسنتين بياسمين، وعشان ظروفنا كانت صعبة حمدنا ربنا على كده واتفقنا ان احنا ما نخلفش تاني عشان نعرف نربي إسلام وياسمين. فضلت الحياة ماشية عادي وكويسة لحد آخر 5 سنين جواز. أنا كنت بحوش ومن فلوس شغلي قدرت ان انا أبني أوضتين على السطوح جنب الأوضة اللي احنا عايشين فيها، وكده بقى عندنا شقة نقدر نعيش فيها. لكن فجأة لقيت نفسي حامل وخلفت عبد الرحمن. عبد الرحمن اللي اتقتل وهو عنده 10 شهور. وقتها أحمد بدأ يتغير، حاله بقى غريب، يعني شوية يبقى منتظم وبيصلي في المسجد ويأذن كمان ويئم بالناس، وشوية يقف على ناصية الشارع ويشتم الناس ويتخانق معاهم، يفرض إتاوة على السواقين ويقعد على القهوة لحد وش الصبح وبس. عرفت بعدها ان هو ما كانش بيرجع البيت الا لما الناس اللي في القهوة يضربوه. ما كنتش عارفة هو ليه متغير وحاله مقلوب كده او ليه بيعمل اصلا كده، لحد لما قبل الحادثة بيومين اتعشينا مع بعض انا وهو والعيال. وتاني يوم الصبح ياسمين بنتي راحت تشتري العيش، بس لما رجعت لقيتنا انا وابوها بنتخانق عشان ما كنتش لسه جهزت الفطار. اسلام ابني كان قبلها بربع ساعة سايب البيت وراح لعمه اللي ساكن معانا في نفس البيت، بس ابوه راح وراه على شقة عمه اللي كان مستخبي فيها وخده غصب عنه وهدده، وهدد اخوه كمان بان هو هيقتله لو منعه ان هو ياخد ابنه او حتى انه يدافع عنه. ساعتها خاف عم اسلام وساب اسلام يروح مع ابوه. وفي يوم الحادثة في الصبح سمعت الام خطوات رجلين جوزها في اوضة عيالها وحست ان هو بيعمل حاجة شوية، وسمعت صريخ عيالها، ولما جريت عليهم اتفاجئت ان جوزها معاه سيف وصحى عيالها بيه وكان عايز يضربهم ويقتلهم. خافت عليهم وحاولت تمنعه بس فشلت لان هو كان في حالة هياج لدرجة ان هو عورها في دراعها. خافت الام وجريت على عبد الرحمن اللي عنده 10 شهور عشان تاخده وتجري وتهرب بيه، بس معرفتش لان المتهم منعها وخده منها بالعافية. فضلت تصرخ وتصوت بأعلى صوت عندها عشان تلم الجيران، الحقوني عيالي أبوهم عاوز يموتهم. اتجمع الجيران على صوت الأم اللي قالت لهم على اللي أبوهم أو اللي أبو العيال عايز يعمله،
وقتها جريوا على باب الشقة وقعدوا يخبطوا على الباب، بس مفيش فايدة، مفيش رد. بعد كده أم الضحايا بتكمل وبتقول محدش رد ساعتها، بس قلنا إن هو أكيد هو كده هدي وحالة الهياج اللي عنده وقفت والعيال ناموا. احنا ما كناش متخيلين إن الكارثة دي ممكن تكون حصلت. وبعد ساعتين وعلى الساعة 12 الظهر افتكرت إن كان معايا مفتاح الشقة، مفتاح أنا كنت ناسيه بسبب التوتر والخوف اللي كنت فيهم. رجعت شقتي وفتحتها، وهنا لقيت المصيبة والكارثة. عيالي كانوا جثث، ولحد هنا كانت منى ضاحي والدة الضحايا انهارت من العياط، لدرجة إن العميد محمود درويش مأمور مركز أوسيم بكى وقت سماع باقي الأقوال. أما المقدم علاء فتحي رئيس المباحث ما استحملش يكمل سماع أقوال الأم، وساب المكتب وهو مصدوم من إن ممكن أب يعمل كده في عياله. كلمات والدة الضحايا كانت مميتة. الست كانت بتوصف المشهد اللي هي شافته بالظبط، واللي أكيد كلماتها ما تقدرش توصف حرقة قلبها أبدا على أطفالها الثلاثة اللي ماتوا. كانت بتوصف وهي بتقول ومنهارة من العياط: ماتوا خلاص، كلهم ماتوا، أعمل إيه يا رب؟ خلاص عيالي ماتوا. وكل لما تحكي مشهد من مشاهد المجزرة اللي أطفالها عاشوها بتجدد معاها معاناة الحزن في كل اللي يسمع أقوالها. لكنه رغم انهيارها كملت وقالت: أنا فتحت باب الشقة وبقيت بقلب في جثث عيالي، كانوا متقطعين ومتبهدلين قصادي، وما كانش أبوهم موجود في الشقة. أحمد جوزي مش عيان ولا مريض نفسي، هو كان بيجيله حالة هياج مرة واحدة كده كل صيف، بس الحالة كانت بتروح لحالها وبيرجع تاني عادي زي ما كان بعدها. ومن هنا بدأت التحقيقات في القضية، واللي من خلالها اعترف المتهم والد وقاتل الضحايا أحمد سعيد شحاتة 42 سنة. اعترف بتفاصيل جريمته اللي ارتكبها، لا وكمان أكد إن حياته المادية كانت معقولة وإنه كان بيحب أطفاله، بس شاف فيهم قوة خارقة كان لازم يتخلص منها. وقال كمان إن يوم الحادثة دخل جاب السيف عشان يخلص على عياله وعلى القوة الخارقة دي. وفعلا دخل الصبح لقى إسلام وياسمين وعبد الرحمن نايمين، صحاهم بالسيف، بس اتفاجئ إن الأطفال بدأت تصرخ، ومع صرخهم العالي والدتهم دخلت الأوضة وجريت عليهم. حاول يمنعها لكن معرفش إلا لما جرحها في دراعها بالسيف، وده بحسب كلامه لأن ما كانش فيه وقت أصلا وكان عايز يقتلهم. ومن عند الجملة دي المتهم كمل وقال: أنا طردت أمهم بره البيت ومنعتها إنها تاخد عبد الرحمن ابني، بعدها جريت وهي بتنادي على الناس، لكن كنت أنا وقتها دخلت وخلصت على إسلام اللي حاول يهرب. أيوة أنا جريت وراه ومسكته ودبحته من رقبته، بعدها طعنته كذا طعنة في جسمه قصاد إخواته. وقتها ياسمين أخته كانت بتترجاني بتتحايل عليا وهي بتعيط وخايفة مني، كانت عايزاني أسيبها، بصراحة صعبت عليا، وبسبب عياطها قلت لها: ما تخافيش يا ياسمين أنا مش هقتلك، بس لأ هي كمان كان لازم تموت، لازم يا كلهم يعيشوا يا كلهم يموتوا، كلهم زي بعض عندي. طعنت ياسمين في بطنها 3 طعنات وفي صدرها، وبعدها خلصت على عبد الرحمن ابني، خلصت عليه عشان الاقي بعد كده ان ما بقاش ليهم صوت، صوتهم اختفى مع دمهم اللي بدا يظهر في كل مكان واللي بدا يغرق كل حاجه زي ما غرق هدومي. الاوضه كلها بقت مليانه دم. شويه ولقيت خبط جامد على باب الشقه، قعد الخبط ده 5 دقايق، كانت مراتي والجيران بينادوا عليا وعلى العيال. سكت، وهنا كانوا فكروا ان انا هديت من حاله الهياج اللي كانت عندي وسابوا المكان ومشوا. بعدها مسكت سيفي مرة تانية ورجعت لعيالي وبدأت أطعنهم من جديد، بس المرة دي طعنات قوية، مش فاكر قد إيه ولا فاكر فين بالظبط، بس كانوا كتير. فضلت حوالي 1.5 ساعة أطعنهم عشان كان لازم أخلص من القوة الخارقة، القوة الخارقة اللي أنا كنت شايفها فيهم. خلصت وغيرت هدومي المتبهدلة بدمهم وخرجت من البيت وأنا شايل السيف. طلعت على الشارع الرئيسي وركبت من هناك ميكروباص، كنت عاوز اروح ميدان سفنكس اللي في المهندسين. وانا في الطريق قابلني ضابط مرور سالني عن السيف اللي عليه دم اللي معايا، فحكيت له بقى كل حاجه بالتفصيل وخدني اسم العجوزه. وعن رد المتهم على ان هو بيتعاطى حاجه زي اللي ما الجيران مثلا كانوا بيقولوا، اكدوا على كده وبالتحديد مخدر البانجو،
كان رده بأن البانجو ده ليس إلا أعشاب وهو بيحب يتناولها. بعد كده كشفت المعاينة التصويرية اللي النيابة عملتها أن الأب المتهم طعن كل ضحية من أطفاله حوالي 40 طعنة. المعاينة تمت تحت حراسة مشددة، وده عشان الأهالي والجيران ما يحتكوش بالمتهم أو يعتدوا عليه. وقتها المتهم مثل جريمته وهو بيحكي تفاصيل الواقعة اللي ارتكبها وهو منهار، أما أخواته وزوجاتهم ما بطلوش عياط، وده كان حال كل الموجودين وشاهدين على إعادة تمثيل الجريمة مرة تانية. وفي المعاينة التصويرية المشهد كان عبارة عن 3 عربيات شرطة، واللي كان المتهم في واحدة منهم. دخلوا شارع أبو جابر في البراجيل، تحديدا في منزل رقم 4 في نهاية الشارع. البيت المكون من 4 طوابق، وكان الطابق الرابع هو موقع الجريمة، لكن إعادة تمثيل الجريمة تمت في الطابق الثالث من البيت، وهو شقة أخو المتهم. وطبعا المتهم كان تحت حراسة مشددة من 8 أمناء شرطة. وفي وقت المعاينة المتهم أول لما دخل الشقة دموعه نزلت بحرقة بتأكد على ندمه، خصوصا وهو بيحكي تفاصيل إيه اللي حصل. وكيل النيابة استعان ب3 أشخاص أجسامهم صغيرة عشان يمثلوا الجريمة، طفل منهم بيمثل دور الضحية إسلام، وطفلة مكان ياسمين، وطفل تاني مكان الضحية عبد الرحمن. المتهم وهو بيمثل الجريمة في شقة أخوه اللي كانت في الطابق الثالث فضل يجري ورا الأطفال الثلاثة وهو ماسك عصاية خفيفة على إنها السيف اللي هي أداة الجريمة واللي قتل بيها أطفاله. فضل يطارد الأطفال في المعاينة اللي استمرت حوالي 20 دقيقة، وده عشان بعد المعاينة يرجع المتهم وسط الحراسة وينزل الشارع ويركب عربية الشرطة اللي الأهالي تدافعوا عليها بهستيرية وهم بيصرخوا في المتهم. الأهالي كانوا عايزين ينتقموا منه على بشاعة اللي عمله في أطفاله، أطفال ملهمش أي ذنب. بعدها عربية الشرطة عادت المتهم لمركز شرطة أوسيم من جديد على صوت صرخات والدة الضحايا، وكل ده وسط عبارات وكلمات توجع القلب ونهر من الدموع خارج من حرقة قلب أم. وعن أقوال شهود العيان، فالشهود أكدوا أن المتهم ساكن من ساعة ما أهله اشتروا البيت ده من حوالي 40 سنة. وقتها هو كان عنده تقريبا 2 سنين، والجيران كانت بتحبه، وده كان سبب أن معظمهم مصدومين جدا ومش مصدقين اللي حصل. وفي شاهد عيان تاني قال أن المتهم أصغر إخواته اللي عددهم 4، وقال أن هو كان دايما بيؤم بالناس وبيأذن بيهم وبيصلي كمان معاهم في المسجد. وفي شاهد عيان تالت على حياة أحمد وهو محمد إسماعيل 43 سنة ميكانيكي وجار من جيران المتهم، وده قال في أقواله أن أحمد كان بيروح معاه المسجد وبيصلي وكان بيأذن وبيؤم الناس. وقت الحادثة دي كان في الشغل وما شافش حاجة، بس سمع اللي حصل بعد ما اتصدم بصريخ أم الضحايا وسط الشارع كانت بتستنجد بالأهالي. وبعدها بشوية جت عربية إسعاف وخدت الجثث يوم الحادثة بالليل، وكانت مرات عمهم ماسكة في عربية الإسعاف وهي عمالة تنادي على الأطفال، كانت بتحاول تشوفهم قبل ما ياخدوهم للمشرحة، بس رجال الأمن منعوها. أما غادة إسماعيل 32 سنة وهي صديقة لوالدة الضحايا، فقالت منى طول عمرها هي اللي بتصرف على البيت، ووسعت شقتها لما بنت أوضتين فوق السطوح وده من عرق جبينها. أما يوم الحادثة الصبح فحاولنا مع الجيران إن احنا نفتح أو نكسر باب الشقة، بس ما عرفناش، وده بعد لما قعدنا شوية نادي كتير ومحدش فتح لنا الباب. ولما ما عرفناش ومحدش رد علينا مشينا. وبعدها ب2 ساعة منى صاحبتي افتكرت إن معاها مفتاح لباب الشقة، فروحنا الشقة تاني وفتحنا الباب، لقينا الأطفال مقتولين في الشقة. الشقة اللي قبلها بيوم كنا بنحتفل فيها بنجاح إسلام اللي تاني يوم اتقتل على إيد والده. أما الطفل محمد صديق الضحية إسلام، فقال إسلام صاحبي وكنا بنلعب سوا في الشارع وكنا بنحب دايما نلعب مع بعض، أنا زعلان قوي إن أبوه قتله، مش عارف إزاي حصل كده، مش عارف، بس إسلام كان بيحكي لي إن أبوه بيضربه من غير أي سبب، وآخر مرة شفته كان يوم ما روحنا نجيب النتيجة سوا وعرفنا ان احنا نجحنا. اسلام كان مبسوط قوي لان هو جاب درجة عالية. وفي النهاية المتهم في الجريمة دي تم احالته للامراض العقلية لانه غير متزن عقليا، بس يا ترى
في كم جاني، أو خلينا نقول في كم مريض نفسي أو عقلي، أو كم واحد غير متزن أو مضطرب نفسيا في مجتمعنا، كم واحد عايش وسطنا ظهر عليه الأعراض أو أعراض المرض غير واضحة. طب في كم طفل وكم شخص حياتهم مهددة بالخطر، كم حد مهدد بأن هو ممكن في أي لحظة يموت بسبب وجود الناس دي حوالينا. المرض أو الاضطراب النفسي أصعب من الأمراض الجسدية اللي ممكن تتعالج أو أنها تكون واضحة. المرض النفسي هو مرض بيغيب العقل أو ممكن يتحكم فيه، وللأسف كتير لسه مش مهتم بالطب النفسي، ولا مهتم أنه هو يعترف أنه بيمر بمشكلة ومحتاج حد متخصص أنه يساعده فيها. ودي للأسف مش أول جريمة ولا آخر جريمة، في جرائم كتير عرفنا عنها أو لسه هنعرفها، جرائم كان سببها الخوف من الفقر أو الضغط النفسي زي ما حصل مع مهندس البرمجيات شريف كمال الدين اللي أنهى حياة ابنه وبنته وزوجته بعد ما خسر فلوس في البورصة، وزي ما كان كمان في السويس أب قتل بنته عشان اتأخرت برا البيت وقتل بعدها أختها عشان لما يتسجن ما تبقاش لوحدها في الدنيا. ده غير مدرس الرياضيات حسن زغلول سامي محمد اللي عنده 51 سنة، ولا بعد ما قتل زوجته خضرة خضر علي خليل وبناته الاتنين أمل وشيماء وابنه محمد، قرر ان هو يسيب رسالة على بريده الالكتروني. اما في الصعيد وتحديدا في المنيا فلقينا اب خلص على اولاده الاربعة بطريقة بشعة عشان بعدها يبكي بطريقة هستيرية جنب جثثهم. ده غير جريمة البساتين اللي ارتكبها سباك قتل اولاده الاربعة بسبب ان هو شك في نسبهم ليه، وغيره وغيره وغيره. لكن هنا احنا هدفنا الاساسي من القضايا اللي بنعرضها دي اننا نسلط الضوء عليها عشان ما تتكررش، او بنحاول على الاقل نعرف السبب عشان نلاقي العلاج او نتجنب المشكلة دي، وده بمبدأ الوقاية خير من العلاج. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وتقرير النهاردة وحكاية النهاردة. بشكركم شكرا جزيلا، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج الكهف. سلام عليكم.